السلام عليكم ورحمة الله بكم مشاهدينا في حلقة استثنائية. طبعا هي تمثل لحظة تاريخية وليلة من ليالي التاريخ في سيرة المملكة العربية السعودية، ونحن نتابع دوما هذا الفخر وهذه المنجزات، منجزات الفخر المتلاحقة التي نراها في وطننا كل يوم وكل ليلة. طبعا هذه الحلقة سنخصصها للحديث وكذلك لكي نواكب إطلاق القمر السعودي للاتصالات SGS-1، وسيكون طبعا هو أول قمر صناعي بملكية سعودية خالصة، وذلك طبعا هذا الانطلاق سيكون من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية شمال أمريكا الجنوبية. طبعا هذا القمر الصناعي السعودي الأول طبعا يعد هو أحد أهم ثمار زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة أبريل الماضي، ويأتي كذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى المساهمة في تطوير تقنيات الفضاء والاتصالات. طبعا كما سيكون هذا القمر هو أول قمر صناعي مملوك بالكامل للسعودية. طبعا أرحب أيضا بضيفي هنا في الاستوديو، طبعا سيكونون معي في الحديث عن هذه الانطلاقة وهذه كذلك الحديث عن هذا القمر الصناعي، أيضا الدكتور خالد عبد الله الحصان وهو المشرف على معهد الفضاء والطيران بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وكذلك المهندس بندر بن قاسم مدير الفريق الفني. أهلا بكما في هذه الحلقة الاستثنائية. طبعا نحن على مقربة دكتور من إطلاق هذا القمر الصناعي. بالأمس القريب كنا نحتفل بإطلاق قمري سعودي سات 5 ولحق كذلك بما سبقه من أقمار صناعية. ما الذي يميز ونحن نتابع أيضا لحظات انطلاق إذن هذا القمر الصناعي؟ إذن مشاهدينا ونحن نتابع على شاشة الإخبارية لحظة الانطلاق لفخر السعودية لهذا القمر الصناعي، طبعا الذي يحمل عبارة الفخر والتي كتبها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فوق هام السحب. هذا القمر طبعا الذي مثل ما تحدثنا هو يعد مفخرة لكل السعوديين، أيضا يحمل توقيع سمو ولي العهد عليه أثناء زيارته لسان فرانسيسكو أبريل الماضي. هذه اللحظة بالفعل هي تعد مفخرة لكل السعوديين، وهم يرون هذه الإنجازات المتكررة التي نراها في المملكة العربية السعودية وتحقيقا لرؤية السعودية الطموحة من خلال تحقيق العديد من المبادرات. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للأمانة وهي طبعا دائما ما لها إنجازات في هذا المجال. بالأمس القريب كنا نتحدث عن إطلاق قمري سعودي سات 5، اليوم ونحن نرى أيضا ونشاهد هذه اللحظة، لحظة انطلاق القمر السعودي للاتصالات SGS-1 إلى الفضاء حاملا فوق هام السحب. دكتور طبعا أنت متابع لهذا الإطلاق ولهذا الانطلاق، وترى الآن هذا القمر الذي تعاون عليه الكثير من السعوديين للأمانة من الرياض إلى سان فرانسيسكو إلى مكان الانطلاق في غويانا الفرنسية، وهو الآن في الفضاء. طبعا لحظة يعني لا نقدر نعبر عن هذا الفرحة، وخصوصا يعني تشاهد هذا الإنجاز. طبعا القطاع الفضاء والطيران حظى يعني في دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وكما ذكرت يعني هذا سمو ولي العهد يعني اطلع على المراحل التصنيع النهائية خلال زيارته في أبريل عام 2018 العام الماضي، وكتب عبارة فوق هام السحب واللي هي قريبة جدا إلى هو كتب على آخر قطعة تم تصنيعها. نعم، و يعني نلاحظ الآن يعني لو تكلمنا عن الصاروخ أو في هذه الأقمار الضخمة يوجد هناك يمكن 5 دول أو هي متقدمة في تقديم هذه الخدمات. نعم. هي فرنسا ريان 5 اللي نشاهده الآن. نعم. وأمريكا عندها الأطلس وتايتان، وروسيا عندها نظام البروتون، والصين اللي هي لونج مارش. يعني
الأقمار التي تزن 5 طن وما فوق يعني تحتاج إلى تقنيات يعني متقدمة لإطلاق هذه ووضعها في القمر وفي المدار الصحيح. نعم دكتور، إذن مثل ما نشاهد الآن على شاشة الإخبارية هذه اللحظات، لحظات الفخر بالفعل لنا جميعا السعوديين، ونحن نتابع إطلاق هذا القمر السعودي للاتصالات والكل يتابع. لو تحدثنا عن أفضل ما يميز هذا القمر الذي يراه الكل الآن. طبعا هذا القمر هو قمر في المدار الثابت 39 درجة. هذا القمر هو وزنه 6495 كيلو جرام. اللي يميز هذا القمر هو قمر الاتصالات، وسوف يستخدم التردد الKA، ونطاق التغطية هذه تكون يعني أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، وجزء من آسيا الوسطى. احنا لما نتكلم عن قمر للاتصالات هذا يعتبر من التقنيات المتقدمة الحديثة. طبعا التقنيات تقنية الاتصالات او اقمار الاتصالات هي تعني كل شخص، من استخدام الهاتف، استخدام المعلومات، التلفزيون، استخدام الانترنت، سوف يكون هناك تأثير برضو على المعلومات الأمنية والمعلومات الذي من خلال أن تصل في وقت سريع وفي مناطق نائية يؤهل تقديم هذه الخدمات. نعم، إذن هي لحظات بالفعل لحظات تاريخية. العبارة التي كتبها سمو ولي العهد وخطها بيده فوق هام السحب الآن هي تجوب الفضاء أيضا بذلك التوقيع لسمو ولي العهد. مهندس بندر بن قاسم، وأنت أيضا مدير الفريق الفني لهذا القمر الصناعي، بالتأكيد هو شعور كل مواطن سعودي اليوم وتحديدا في هذه اللحظة، هو شعور الفخر والاعتزاز بهذا الوطن وكذلك بالمواطنين السعوديين الذين عملوا ويعملون دوما على تحقيق مثل هذه المنجزات المشرفة للأمانة. وأنت تشاهد هذا الإنجاز الذي كنت ضمن أحد فريق هذا الإنجاز، هل هناك من كلمة تقولها وأنت تشاهد هذا القمر الذي عملتم على تصنيعه؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم كل العاملين في مهمة قمر STS-1 نقدم المباركة والشكر لسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين على الدعم السخي لمثل هالمهمات اللي في الواقع مفخرة للوطن. قائدها سمو سيدي ولي العهد، وكان أكبر دعم تواجده مع المهندسين في شركة لوكيد مارتن في مقر التصنيع. في الواقع فخر كبير جدا لكل الشباب السعودي أن نكون يعني دائما فوق هام السحب، وهذه هي المكان الطبيعي للمملكة العربية السعودية في التقنية وفي غير في شتى المجالات. سمو ولي العهد يقول طموحنا على السماء، وبالتأكيد المنزلة والمكانة دائما لنا جميعا ولدولتنا المملكة العربية السعودية فوق هام السحب. دكتور خالد، البعض يتساءل، ربما هناك تقريبا 15 قمر صناعي سابق، هذا القمر هو رقم 16 في هذه الأقمار، لكن تحديدا هذا القمر ما الذي يمثله، أو كذلك ما هي الأهداف التي تسعون أنتم من خلالها إلى تحقيقها أو الوصول إليها من خلال إطلاقكم لهذا القمر؟ طبعا الأقمار الأولى كانت أقمار يعني في منها أقمار للتصوير الجوي، التصوير طبعا الجزء الثاني من استخدام الأقمار هو الاتصالات أو تصوير يعني هم، وكذلك تم عمل أبحاث مع ناسا في القمر السعودي سات 4 اللي هو في عام 2014 للتجارب العلمية. كذلك تم الإطلاق قمر أو حمولة في القمر مع وكالة الفضاء الصينية لتصوير الجزء الآخر من القمر، وتمت بنجاح الحمد لله. والآن يعني أقمار المها السعودي سات اللي تم إطلاقها يعني في شهر نوفمبر من الأقمار التي تستخدم للتصوير أو الاستشعار عن بعد أو تصوير الفضائي للأرض. طبعا أنت تحتاج دائما معلومات دقيقة كصورة أو اتصالات من الفضاء تتيح لك أن تستخدم التقنيات وحضور المعلومة في وقت صغير جداً.
يعني دكتور عفوا، ونحن نرى جميع الحضور وهم يرون لحظات الانطلاق، تلك الابتسامة الظاهرة على وجه كل من حضر هذه اللحظة، لحظات الانطلاق، وهم يشاهدون بالفعل هذا الإنجاز الذي شارك فيه سعوديون، كذلك بالإضافة إلى من عمل معهم على تحقيق هذا الإنجاز، وهم يرون بالفعل هذا الإنجاز ينطلق الآن نحو الفضاء. مهندس بندر، خادم الحرمين الشريفين دائما ما يردد في حديثه عن المواطن السعودي ويحفز من دعمه، وكذلك بأنه هو يعد ركيزة أساسية في تنمية هذا الوطن وفي بناء هذا الوطن. كم تقريبا عدد السعوديين وكذلك عدد من عمل على تحقيق هذا الإنجاز؟ مجموع المهندسين اللي عملوا على المهمة 20 مهندس، منهم 11 مهندس تواجدوا في مقر التصنيع، تلقوا تدريب لمدة سنة كاملة في نفس مكان العمل، وشاركوا في عمليات تجميع القمر، وشاركوا في الاختبارات الأولية للأنظمة الجزئية. إضافة إلى فريق العمل، في هناك فريق آخر عمل على المواصفات الفنية، وعمل على أيضا المراجعات الفنية طوال فترة المشروع. والآن هناك فريق متواجد في كرو الآن من شباب السعوديين في لحظة الإطلاق. ما هي المراحل التي مر بها هذا القمر حتى وصل إلى القاعدة ومن ثم الانطلاق؟ طبعا بدأنا من مرحلة تصميم، بداية من مرحلة تصميم القمر، بعدين مراجعات الأولية لتصاميم القمر، بعدين مراجعات النهائية لتصميم القمر، ومن ثم بدأ التصنيع. بعد عملية التصنيع بدأت الاختبارات البيئية للقمر في أمريكا، بعدها شحن القمر إلى مكان الإطلاق، والحمد لله رب العالمين هذه فترة الإطلاق. بعدها بيكون إن شاء الله فترة تشغيل تجريبي، ومن ثم بعدها فترة التشغيل الفعلي للمهمة إن شاء الله. نعم. دكتور خالد، أيضا هذا القمر الصناعي، ونحن نتحدث دائما عن منجزات وطنية، يعني دائما في هذا الوطن المنجزات متكررة ومتوالية، ننتقل من منجز إلى منجز، من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كان لها حضور كبير خلال الفترة الماضية، وكذلك اليوم ونحن نتابع هذا المنجز الكبير لها. الخدمات التي ستحصل عليها ربما جهات حكومية وأخرى من خلال إطلاق هذا القمر الصناعي. طبعا في بداية بداية المشروع كان هناك اجتماعات مع جهات المعنية لوضع مواصفات هذا القمر، يعني هذا القمر هو يخدم القطاعات المملكة يعني بجميع فروعها، وكون فريق عمل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، من المهندسين زي ما قال زميلي، وكذلك من الجهات المستفيدة، ووضعنا المواصفات الفنية اللي نحتاجها. طبعا هذا قمر اتصالات، قمر اتصالات في السابق كان الجيل الأول من الأقمار الاتصالات تقريبا، لو ممكن أبسطها لك، كانت هي زي المرآة، يعني أرسل إشارة من الغرف من محطة أرضية وتعكس هذا القمر إلى الموجة إلى الأرض. الآن صار هذا القمر لابد أن يكون في نظام ذكي ونظام فني تقني عالي، أنه أنا أستقبل الإشارة وأرسلها بقوة ثانية. القمر هذا فيه طبعا مصدر للطاقة من الطاقة الشمسية، طبعا هذا بعد ما يطلع القمر يمد الخلايا الشمسية، ويوجد هناك بطاريات لتخزين الطاقة في حالة عدم وجود الشمس مباشرة، يستفيد من البطاريات المخزنة. لما ترجع الإشارة من القمر تكون الإشارة قوية، وهذا تؤهل لك انك تاخذ السرعة ووضوح الإشارة. بالنسبة للاستخدامات بيكون يعني استخدامات، وكذلك هو بيمكن يكون يعني آمن استخداماته، يكون المناطق النائية، المناطق الذي فيها كوارث لا سمح الله، المناطق التي تحتاج انه صعب يوجد هناك اتصالات، هو مهم مثلا في الطائرات في السفن، انه يكون صعب الاتصال عن طريق الابراج الارضية، لابد ان يكون هناك اتصالات في الاقمار الصناعية. كذلك الهاتف،
يعني يوجد أو جوال إذا كان بإمكان الآن يعني تقدر إنه يمكن في المحيط الأطلسي تقريبا يقدر بعض الأقمار تشيل إلى 30,000 مكالمة أو 40,000 مكالمة في 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 تردد واحد أو في قمر واحد، وهذا طبعا في أماكن صعب وجود النقاط الأرضية للشبكة الاتصالات. استخداماته زي ما قلنا حيكون اتصالات آمنة لجميع محتاجي هذه الخدمة. إذا ذكرنا التقنيات الموجودة في هذا القمر يعطي يعني تقدم للمملكة العربية السعودية في هذا المجال. مدينة الملك عبد العزيز والتقنية عملت على توطين وصناعة الأقمار الصناعية منذ عام 2000 تقريبا، والمدينة أطلقت أول جيل من الأقمار، ومن ثم تعمل على تحسينها وتطويرها إلى وصلنا إلى هذا المنتج اللي هو يعتبر من التقنيات المتقدمة في صناعة الأقمار الصناعية. نعم. مهندس بدر، عندما نقول ربما المشاهد يتساءل عن هذه النقطة، عندما نقول مثلا أن هذا القمر هو مملوك بالكامل للسعودية، ما الذي نعني بذلك؟ ملكية القمر بمعنى جميع محطات الاتصال، الحقوق للقمر تكون مملوكة للمملكة العربية السعودية في هذا المدار وفي الموقع المداري المحدد اللي هو 39 الآن شرق، هو الموقع المداري الآن للقمر. للعلم ارتفاع القمر يعتبر 36,000 كيلومتر من سطح الأرض، والمواقع المدارية محجوزة، وكل موقع مداري في مدار الثابت تعتبر محدد وله حقوق. فحقوق المدار الآن تعتبر ملك المملكة العربية السعودية بما فيها الترددات للإرسال والاستقبال، بحيث لا يكون أي هناك أي تشويش في على 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 القمر السعودي في العالم أجمع، لأنه القمر السعودي يغطي المملكة العربية السعودية، يغطي شمال أفريقيا وسط وشمال أفريقيا، أيضا يغطي أوروبا، فتغطية شاسعة جدا للقمر. فبالتالي تضمن أنه لما نتكلم عن حقوق القمر، أنه القمر بإذن الله سبحانه وتعالى مملوك المملكة العربية السعودية بما فيها القطاع الأرضي وجميع الترددات. جميل. أنت مدير للفريق الفني، وبالتأكيد هناك بعض المميزات أو بعض ممكن دعنا نسميها لحظات عشتها مع باقي فريق العمل الذي عمل على إنتاج أو المشاركة في إنتاج هذا القمر. هل هناك من لحظات ربما تتذكرون فيها الدعم، ربما المساندة، التشجيع؟ أجمل اللحظات كنا في يعني في التصميم النهائي، وبدأ التصنيع. فعند بداية التصنيع دائما يكون هناك مراجعات كثيرة، يكون عمل كثير جدا حتى في المساء أو وقت طويل جدا. فوجود سمو سيدي ولي العهد في مكان التصنيع وبجانب المهندسين أعطى دافع كبير جدا يعني للطاقم وفريق العمل، حتى من الجانب الآخر، حتى من جانب المصنعين، المصنع نفسه أعطى دفعة كبيرة جدا للمشروع بشكل كبير، تحديدا في ذلك التوقيت. يعني كان توقيت سموه وزيارته كانت جدا صراحة لها أثر كبير على الفريق، وكانت نقطة تحول في المشروع. الحمد لله رب العالمين، شفنا إنتاجها اليوم. نعم. إطلاق ناجح، واللهم لك الحمد، إن شاء الله تشتغل ناجح في المستقبل. جميل. دكتور خالد، عندما تحدث مثل هذا الموضوع لابد أن نتحدث عن الرؤية الطموحة لنا في المملكة العربية السعودية، ونتحدث أيضا عن ربما نقاط الالتقاء ما بين هذه الرؤية بأهدافها بمبادراتها وهذا المنجز الوطني. طبعا المدينة طبعا هي جزء من منظومة الجهات المعنية في تصنيع يعني التقنيات التي تخص المجال الفضاء والطيران. الآن طبعا يوجد هناك خارطة طريق لرؤية 2030 الذي ساعدتنا حقيقة أنه يكون عندنا هدف، مو هدف محلي فقط في مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية اللي هي التقليدية لما كانت تأخذ ميزانيتك أنت وترفع لوزارة المالية، لا، الآن صار منظومة متكاملة، شبكة
واضحة أن هذا القمر أين هيكون له، يعني نعرف هذا القمر عمره 15 سنة إلى 20 سنة في، وبعدين طيب هل هذه احنا سوف نقف عند هذا الحد انه اطلقنا قمر مدته 20 سنه؟ انت لابد يكون لك خطه واضحه، والحمد لله يعني رؤيه المملكه 2030 رؤيه يعني طموحه، رؤيه واضحه، ووضعت يعني بنود لكي تصل الى عام، يعني بنود وارقام، ما هو نسبه توطين التقنيات بحلول عام 2030، وما هو القيمة الحقيقية في التقنية، وما هي القيمة يعني الاقتصادية، هل توطين خلق فرص ونوعية للمهندسين فنيين خبراء، كذلك التصدير التقنيات يكون الاعتماد على أكثر نوع من مصادر الدخل، خلق فرص وظيفية، هذه طبعا يبغى لها تأسيس، انت ما تقدر تخلق فرص وظيفية بس استمرار الى او بتبني نظام التعليمي فقط اذا لم يكن هناك صناعة موجودة، يعني صعب من على الطلبة ان يدرسون في تخصصات الفضاء او الطيران في هذا المجال، على يعني في مجال الأقمار الصناعية لابد ان يكون هناك سوق حقيقي للشركات، القطاع الخاص، لا. القطاع الحكومي، وكذلك لابد انت في نهايه المطاف تلبي احتياجات المملكه العربيه السعوديه للدوافع الامنيه، دوافع استراتيجيه، هناك يعني زمن او وقت انك تحتاج انك تملك تقنيات عشان يصير الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس. احنا الحمد لله الدعم السخي اللي نعيشه الان يعني من حكومة خادم الحرمين الشريفين يعني هي أسست بأنك استثمار في هذه المجالات، الاستثمار في الكوادر الوطنية، الاستثمار في الشباب السعودي. المدينة طبعا خلال فترة الماضية من أول إطلاق قمر عام 2000 هي طبعا كانت يعني تبني الكوادر الوطنية، تأهيلهم، عندنا مبتعثين، عندنا على مستوى الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه تخصصات في علوم الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء وعلوم الطيران، وكذلك سعت المدينة على بناء الورش والمعامل. ونلاحظ أن المدينة برضو مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يعني اختيارها لشركة يعني متخصصة في صناعة الأقمار والعمل على نقل التقنيات وتوطينها. طبعا الفريق السعودي اللي ذهب في زي ما قال زميلي بندر انه اللي كان يشتغلون في او يتدربون على هذا القمر كان نفس المعاملة ونفس الذي يحصلون عليها موظفين شركة لوكهيد مارتن، نفس المعاملة، نفس المعايير كانت تقاس عليهم. تعني أن هناك طبعا دعم كبير يقدم لكافة السعوديين من يعمل في تحقيق مثل هذه المنجزات التي تعد مفخرة للأمانة لنا جميعا. مهندس بندر، أنت مدير الفريق الفني لهذا القمر ولهذا المشروع الوطني بامتياز، لو تحدثنا عن جانب آخر يتعلق بأهمية هذا القمر الصناعي، مثل ما تحدثنا في البداية هو يمثل رقم 16 تقريبا في سلسلة وعائلة الأقمار الصناعية في الفضاء للمملكة العربية السعودية، أهمية هذا القمر الصناعي وأهمية ربما إطلاقه في هذا التوقيت. قمر SES-1 يعتبر أداة من أدوات أو أداة تطبيق فعلي لرؤية 2030، يربط القارات الثلاث، غرب آسيا وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى هذا أن هذا المشروع سيوفر بإذن الله سبحانه وتعالى نقل الطيران، سواء البيانات، سرعة البيانات، نقل البيانات في الطيران، على سبيل المثال هناك الإنترنت على الطائرات. نعم. هذا أحد التطبيقات اللي ممكن المواطن يلمسها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في المستقبل القريب. هناك تطبيقات كبيرة جدا القطاعات الحكومية، القطاعات الأمنية، هناك أيضا اتصالات آمنة في هذا القمر لأول مرة تكون في العالم في هذا القمر، إضافة إلى أنه قمر SES-1 يعتبر من أكبر الأقمار في العالم توليد للطاقة، حيث يولد 21 كيلو وات،
وهي تعتبر في مقاييس الأقمار الصناعية رقم كبير جدا ورقم صعب. نعم. أيضا دكتور خالد، بما يتعلق ربما بالعمر الافتراضي لهذا القمر الصناعي وكذلك مقارنة بمدى واستمرارية الخدمات التي سيقدمها للمستفيدين منه. طبعا العمر الافتراضي هو من 15 إلى 20 سنة. طبعا الخدمات زي ما ذكرنا هي حتكون يعني استقبال وإرسال الإشارات. طبعا القمر يوجد له هوائيات وكذلك أجهزة الاستقبال وإرسال، ويوجد له كمبيوتر للمحافظة على موقعه ودورانه وإلى ما هنالك. طبعا العمر الافتراضي 15 إلى 20 سنة يعتبر عمر يعني عالي مقارنة إلى التقنيات اللي سبقت هذا القمر. زي ما شفنا اليوم اطلاق، وإن شاء الله سوف يتم يعني إن شاء الله يعني خلال هذا الصاروخ الذي يطلق القمر طوله 51 متر ووزنه 780 طن. يعني 780 طن ياخذ 42 دقيقة و27 ثانية الوصول إلى المدى إلى النقطة الأخيرة في إطلاق القمر. يمكن القمر الأولاني بغى ياخذ 27 دقيقة عشان يطلع القمر حق الـ SGS-1 إن شاء الله. إذن بكل ما فيه من ربما مميزات وكذلك ما ربما يمثل للبعض ربما تحديات لبعض، إلا أنه لله الحمد رأيناه وانطلق بحمد الله ووصل إلى 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 الفضاء وينطلق نحو الفضاء. مهندس بندر، أيضا هناك نقطة تتعلق بأنه سيتم التحكم به من داخل السعودية أو ربما بأيادي السعودية. أيضا هذا المنجز يعتبر منجز يضاف إلى العديد من المنجزات عندما يتم التحكم بمثل هذا القمر الصناعي بكل ما فيه من خدمات وبكل ما فيه من ميزات عن طريق السعودية أيضا. نعم، بالنسبة لتشغيل منظومة أو قمر بالحجم هذا يعتبر موضوع كبير جدا. هناك فرق عمل تعمل الآن في مدينة الملك عبد العزيز للتقنية، أيضا من الجهات المستفيدة تعمل لأن يكون تشغيل مثل الأصل الفضائي للمملكة العربية السعودية تشغيل أمثل، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون تشغيل قمر من داخل مركز التحكم للقمر بيكون داخل مدينة الملك عبد العزيز للتقنية، يشرف عليه عن طريق أحد شركات صندوق الاستثمارات العامة. نعم. كتنفيذ للمشروع. نعم. دكتور خالد، وأنت المشرف على معهد الفضاء والطيران، وجميل أن نستثمر يعني مثل هذه اللحظة ومثل هذه الفرصة ونتحدث عن ما وصلت إليه اليوم المملكة العربية السعودية وما تحقق لها من إنجازات كذلك في هذا المجال تحديدا في مجال الفضاء والطيران. يعني لو تكلمنا عن معهد بحوث الفضاء والطيران، يوجد هناك ما يقارب 600 مختص. وهذا جزء واحد من المجال، ولكن هناك في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية معاهد أخرى ساهمت في بناء هذه التقنيات. لكي تصنع قمر أو طائرة أو يعني تقنيات فضاء أو طيران، يعني تحتاج بنية متكاملة من المعلومات. نعم. إلى المعامل إلى المواد. طبعا في هذا المجال أنت لابد أن تنقل تقنية أو تطور تقنية. بعد الانتهاء من امتلاك التقنية، سواء نقلتها من شركات عملاقة مثل شركة بوينغ، شركة لوكيد مارتن أو شركة إيرباص، يأتي الخطوة الثانية وهي توطين التقنية. توطين التقنية تحتاج إلى توطينها ليس فقط في معمل وشهادة ترخيص أنك تنتج سيارة أو تنتج طائرة أو تنتج قمر صناعي. لا، أنك تحتاج إلى أن تملك هذه التقنيات، وامتلاك هذه التقنيات لا يمكن أن تمتلكها بدون تأهيل كوادر وطنية وكوادر بشرية. زي ما ذكرت، المعهد يوجد هناك 600 ما يقارب 600 مختص على مستوى درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والفنيين، وكذا والمعاهد الأخرى
معهد البحوث الحاسب الآلي والاتصالات والمواد والطاقة كلها تساهم، زي ما ذكر زميلي بندر من مزايا هذا القمر أنه يوجد هناك توليد للطاقة ما تقارب 21 كيلو واط، وهذا يعتبر إنجاز. ليش؟ لأن زي ما ذكرنا عشان ترسل الإشارة مرة أخرى إلى الأرض تبغى ترسلها ومعها يعني طاقة عشان تصل يعني واضحة وسليمة. إذا نظرت إنه امتلاك المعرفة عن طريق النقل والتوطين تحتاج الخطوة الثالثة المكملة لدورة المنتج، هي تطوير. المدينة سعت في بعض الأنظمة بما فيها الأقمار السعودية التي تم إطلاقها 15 قمر لعام 2018. تجد أن هناك بعد ما انتهينا من توطين وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية في صناعة الأقمار وصناعة الطائرات والطيران وصناعة أخرى في مجال الفضاء والطيران نتكلم اليوم، وجدنا احنا أنه يوجد لابد أن يكون هناك مرحلة التطوير. مرحلة التطوير ماذا تعني؟ مرحلة التطوير مثلا أنت نقلت تقنية 500 كيلوغرام قمر صناعي، مرحلة التطوير حتكون أن نصنع 500 كيلوغرام أو 1000 كيلوغرام قمر، ولكن درجة الوضوح للاستشعار على سبيل المثال لازم تكون بدقة أعلى من دقة الذي طورت عن السابق. نعم، إذن هناك تطور ملحوظ وتأخذ ربما كل تقنية جديدة في الاعتبار عند صناعة ربما القمر المستقبلي أو إضافته إلى الأقمار المستقبلية. مهندس بندر أيضا بسألك سؤال، وأنت ما شاء الله كل شيء بتطرق في الشاشة تتابع هذا الإنجاز وتسترق النظر، ويحق لك الأمانة أنك تفتخر بهذا المنجز الذي شاركت أنت في المساهمة في تصنيعه. مهندس بندر، أنا أذكر في آخر قمرين سعودي سات 5 كنا نتحدث عن أنه بأيدي سعودية، ونتحدث اليوم كذلك عن هذا القمر أيضا بأيدي سعودية بمشاركة سعودية بشكل غالب. ما الذي قدم لكم من قبل المدينة وكذلك من دعم وحوافز لكي نسمع بالفعل هذه الإنجازات وهذه المنجزات تتحقق على وبأيدي سعوديين؟ أولا في البداية أنا من المهندسين اللي عملوا على الآن هذا القمر تبر رقم 9 عمل عليه من الأقمار السعودية ولله الحمد. طريقة مدينة الملك عبد العزيز الأمة تقنية في التدريب، تقوم بتدريب مهندسينها مع في أفضل بيئة تصنيع في العالم، مثل الآن المهندسين اللي ذهبوا إلى شركة لوكيد مارتن وتعتبر من أفضل تصنيع لأقمار المدار الثابت في العالم. احنا أيضا أخذنا تدريب في شركات مماثلة على مستوى أقمار القريبة من الأرض، الليو ساتلايت. الآن هذا الجيو ساتلايت هو يعتبر جيل جديد من الأقمار الصناعية، ولذلك سمي القمر السعودي الأول للاتصالات. طبعا طبيعة الأقمار سعودي سات 5A وبي هي أقمار تصوير، دائما تكون في المدار القريب من الأرض تقريبا 600 كيلومتر عن سطح الأرض. نتكلم في الأقمار هذه عن 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض، وطبعا فرق شاسع في الاختبارات البيئية وعمليات التصنيع، إضافة إلى أنه المدينة دائما سباقة في تدريب المهندسين باستمرار، فتجد المهندسين لما ينتهون من مهمة يبدون في مهمة أخرى مباشرة ويجدون تدريب طبعا عن طريق المدينة بموافقة من طبعا أعلى هرم في الدولة خادم الحرمين الشريفين. طيب دكتور خالد، أيضا بالإضافة لكل ما ذكره المهندس بندر بما يتعلق بمسألة تحفيز السعوديين وكذلك تقديم كافة أنواع الدعم لهم لكي يشاركوا ويساهموا كذلك في المشاركة وتحقيق مثل هذه الإنجازات، طبعا من يقرأ الرؤية يقرأ ويجد مثل هذه المبادرات التي تركز دائما وتثني على ما يقوم به وما يقدمه المواطن كمشاركة وكبناء لهذا الوطن. بما يتعلق بالتحفيز والتشجيع دعنا نتحدث عن هذا الجانب بشكل خاص.
سؤال ممتاز مرة. يمكن يشاركني المهندس بندر، كل مهندس يعمل على نظام جديد هو تحفيز. يعني أنا لما أخذت درس، أنا مهندس هندسة ميكانيكية، زميل مهندس، يعني حنا التحفيز هو 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 فرصة أني أعمل في هذه المشاريع بناء على ثقة. طبعا لا تطور الثقة بناء أني، يعني هذا حلم كل مهندس لما تطر في الكلية في الجامعة، أنك تشارك في عمل يعني يكون له استخدام. فما بالك على تصنيع طائرة، تصنيع قمر، أو تصنيع الأشياء، هذا هو التحفيز بحد ذاته. ولا يمكن أن يعمل في هذه المشاريع إلا الشخص اللي المتفوق المتميز الذي طور نفسه سواء في المدينة أو خارج المدينة. لا، لن تقبلك البيئة. يعني لما يكون فريق ناجح في الاس جي اس 1، يعني التنافس يعني حامي، كل يبغى. احنا عندنا تقريبا حوالي 150 او 200 مهندس في مركز تقنيه الاقمار الصناعيه. نعم. في المدينه. على اساس اخترت ال 15 ال 20؟ طبعا 20 هم اللي شاركوا على في الجبهه الاماميه، ولكن يوجد هناك عدد اكثر من 20، ويوجد هناك برضو دعم ومسانده من معاهد اخرى في المدينه، ليس فقط معهد بحوث الفضاء والطيران. وحتى على سبيل المثال في أول خطوة سويناها هو إشراك الجهات المعنية خارج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اللي المستفيدة. طبعا هذا علم احنا استفدنا منهم، علم استفاد منه المهندسين. لما أجيب المستخدمين وأشرح لهم طريقة ماذا تحتاجون في مواصفات هذا القمر، هذا علم بحد ذاته، هذا تحفيز لك انت. لما انا كمهندس اني اشوف انه انا منتج يطلع من الجهه المعنيه لا انا اعمل فيها، انه في الوزاره الفلانيه وفي الشركه الفلانيه يحتاجون منتج، ان انا بكون بصمتي واضحه فيه. طبعا هذا بشكل عام هو اللي يعني اللي يدع ان الانجاز والابداع، الابداع والانجاز هو العامل الرئيسي في إنتاج مثل هذه التقنيات. وأيضا بالتأكيد يعني مثل تلك الكلمات التي دائما ما نسمعها ويسمعها المواطن من القيادة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وكذلك من سمو ولي العهد، عندما يقول أن السعودي لديهم همة مثل همة جبل طويق. ففي النهاية إذا وضعوا هدف فهذا الهدف سيتحقق بمشيئة الله وبالدعم. مهندس بندر، أنت أيضا من ما تحدثنا من ضمن هذا الفريق وترأس الفريق الفني، ولو تحدثنا ربما دائما كل مشروع عند وضعه لابد أن يتم الحديث ربما عن بعض التحديات أو بعض الصعوبات التي من الممكن أن تواجه. ما هي الصعوبات التي واجهتكم ولكن بفضل هذا الدعم وهذا التحفيز وهذا التشجيع استطعتم أن تتجاوزوا كل تلك الصعاب؟ في الواقع في بداية المشروع، طبعا يعمل على المشروع تقريبا أكثر من 30 شركة عالمية في شتى أنحاء العالم. طبعا في البداية كانت المراجعات الفنية للأنظمة الجزئية للقمر في دول مختلفة، فكان تحدي كبير جدا أنه ندير فريق العمل بحيث يكون هناك فريق يحضر في مثلا في اليابان بعض الأنظمة الجزئية في اليابان، وهناك في مراجعات في مثلا في دولة أمريكا، وفي بعض المراجعات في الفنية في مثلا في أوروبا. ففريق العمل لابد أن يتواجد في هالأماكن كلها في وقت واحد. فالحمد لله رب العالمين، يعني بفضل يعني الدعم السخي اللي وجدناه، وفريق العمل استطاع أنه يتواجد في أكثر من مكان، وهذه كانت أحد التحديات. إضافة إلى أنه فريق العمل الموجود يحتاج تأهيل قبل أن يكون موجود في مصانع لوكيد مارتن، يعني لأن شركة لوكيد مارتن لها مستوى معين من الكواليفيكيشن ومن التعليم من المهنية. وأيضا المدينة عملت على هالشيء قبل المهمة، إعداد المهندسين أن يكون جاهزين لأن يلتحقوا ببرامج شركة لوكيد مارتن في التصنيع. جميل. إذن مشاهدينا، طبعا نحن مستمرين في الحديث عن هذا المنجز الوطني وهو إطلاق القمر السعودي للاتصالات SGS-1، الذي شاهدنا وتابعنا الانطلاقة له في بداية هذا اللقاء، حاملا طبعا فوق هام السحب تلك العبارة التي خطها بيده سمو ولي العهد في سان فرانسيسكو أبريل الماضي، وحاملا أيضا توقيعه على آخر قطعة
من قطاع طبعا هذا القمر الصناعي للاتصالات. دكتور خالد، يعني بعدما رأينا مثل هذه المنجزات التي نراها تباعا مثل ما تحدثنا في هذا الوطن، لو تحدثنا عن مدى انعكاسات يعني مثل هذه المنجزات على حاضر ومستقبل المملكة اقتصاديا وكذلك تنمويا. طبعا احنا نحتاج التقنية، والتقنية تتطور يوم بعد يوم. انت لابد ان تكون منافس في صناعة هذه التقنيات وليس تكون مستخدم. طبعا عشان أسباب استراتيجية، اكتفاء ذاتي، اعتماد على النفس، وكذلك الأسباب الاقتصادية. أنا لما أصنع التقنيات هذه أنا ضمنت دورة المنتج كاملة، ضمنت إنه الاقتصاد يكون متين وقوي، بحد إنه مصنع تصنيع زي ما ذكر زميلي، إن إذا تبغى تصنع قمر يمكن 30 شركة أو 40 شركة أو 50 شركة، وأن هذه من متطلبات الصناعة، سواء صناعة الأقمار أو صناعة في المجال الفضاء أو مجال الطيران، تحتاج أن يكون هناك عندك نظام شبكة متكاملة لهذا المجال. طبعا هذه هي الطريقة الصحيحة والطريقة الصحية لاقتصاد قوي ومتين في صناعة الأقمار الصناعية أو في صناعة المنتجات الفضائية. أذر المقاطعة دكتور، جتنا رسالة الآن، تم التواصل مع القمر الحمد لله بشكل سليم. الآن تم التواصل مع القمر بشكل سليم الحمد لله. توصلكم معلومات وانت معنا الفريق هنا طريق القمر عن طريق الفريق هنا هي 42 دقيقة و 27 ثانية. إذا بعد كم مهندس بندر؟ الآن جاتنا رسالة أنه القمر استلم منا رسالة، جات رسالة تلمتري من القمر أنه الحمد لله في حالة جيدة. إذا مشاهدين على لسان المهندس بندر بن قاسم وهو مدير الفريق الفني، وهنا في هذا البرنامج الذي تابعنا منذ بدايته بلحظة إطلاق هذا القمر السعودي للاتصالات SGS-1، يقول بالفعل أن أول رسالة وصلت من هذا القمر مبشرة طبعا بوصوله إلى مداره. طبعا الآن وصلنا إلى مدار، طبعا هذا مدار وسيط راح يتواجد فيه القمر لمدة تقريبا شهر إلى أن يوصل للمدار النهائي بإذن الله سبحانه وتعالى بعد إن شاء الله تقريبا 3 شهور. إذن هو على مراحل طبعا. نعم، بس المرحلة الأولى الحمد لله القمر الآن جت رسالة أنه القمر بحالة جيدة. ممتاز. واصل دكتور، تحدث عن ربما انعكاسات هذا الانجاز على الصناعات كذلك في المستقبل. هذه تتيح لك انك تبني صناعه قويه، تاسيس شركات، تاسيس معلومات او معرفه، هذا تعتبر من قوائم الاقتصاد الوطني. كذلك في التقنيات المتقدمه تحتاج أن تكون أنت من الدول التي تبنيها وتصدرها برضو، ويكون عندك برضو التطوير المستمر. إذا أنت ملكت التقنية الآن مثلا على سعود زي الأقمار الاتصالات الموجودة الآن، كل المعرفة وكل الاستخدامات خلال تشغيلها لمدة 15 سنة القادمة، يعني بتكون عندك تصور ما هو الجيل الثالث بعد هذه الأقمار. هذا يضعك في مقدمة الدول، يضعك تعتمد على أقل على الدول في هذا المجال، وتركز في الأشياء اللي تحتاج أن تطورها يعني، وهذا حتبني الاقتصاد السعودي، وتحتاج إلى تطوير بشكل مستمر يعني انسجاما ومواكبة لكل ربما المستجدات في هذا الجانب التقني والفضائي. مهندس بندر، طبعا تحدثت قبل قليل أنت بأن أول رسالة وصلت من هذا القمر الصناعي للاتصالات وصل إلى مرحلته الأولى بكل نجاح ولله الحمد، وهذا إن دل فإنما يدل على ربما مدى قوة والحرص على تصنيعه في كل مرحلة من مراحل تصنيعه. سمحتوا لي، في الواقع مهمة مثل هذه هناك الكثير من الناس عملوا عليها. أنا أود يعني أن أتسلسل بالشكر في البداية من سمو سيدي خالد بن حرمين الشريفين إلى سمو سيدي ولي العهد، ايضا المشاركه اللي كانت تقريبا معنا من سمو سيدي سلطان سلمان حفظه الله رئيس هيئه الفضاء الان، وحرصه الشديد على المهمات السعوديه الفضائيه. ايضا انه اريد ان اشكر الشكر الجزيل
سمو سيدي الأمير الدكتور تركي رئيس وزير الدولة رئيس المدينة سابقا على دعمه اللامتناهي للمهندسين اللي فعلا كان نتاجها احد الاقمار الصناعيه. اذا مثل ما نتابع على الشاشه طبعا لحظات التصفيق من قبل الحضور الذين حضروا لمشاهده وحضور هذه الانطلاقه للقمر السعودي لاتصالات اس جي اس 1 وهم يصفقون ويتبادلون كذلك التهاني وكذلك الابتسامه بوصول القمر الى مرحلته الاولى الى محطته الاولى وكذلك استقبال ربما الرساله الأولى من هذا القمر، أليس كذلك مهندس بندر؟ نعم، في تواجد الدكتور بدر السويدان مدير المشرف على المشروع، متواجد الآن مع طاقم ويستقبلون التهاني في بنجاح استقبال أول إشارة من القمر. الحمد لله رب العالمين، نبارك للشعب السعودي عامة هذا النجاح الباهر جدا واللي بنرى نتائجه إن شاء الله في المستقبل القريب. للأمانة تستحقون من الشكر من الجميع نحن السعوديين. دكتور بتأكيد لك كلمة، وأنت تشاهد هذا المنظر للأمانة الكل فرح والكل يصفق ويتبادل التهاني بهذا المنجز. والله صعب وصف شعور يعني شخص عمل في هذا المجال ومع الزملاء وعشنا يعني لحظات نجاح ولحظات يعني عدم نجاح برضه في بعض الأنظمة، والتعب الذي بعض يعني تعيش فيه. بعض المرات النظام ما يشتغل، هل التجربة حتنجح هل مش حتنجح؟ في صعوبات وكذا، ولكن لما تشهد هذه اللحظة يعني تحس في الإنجاز حقيقي، يعني تنسى حتى كل لو كان هناك تعب. نعم، تنسى كل التعب عندما ترى جداً الإنجاز بالفعل يصل. نعم، وخصوصا إذا كان في مجموعة كبيرة تعمل فيه، وخصوصا إذا يعني بالأخص إذا كان في دعم من الجهات الحكومية مقدمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، الدعم المالي عندك، كذلك الدعم من المستخدمين يعني منتظرين هذه التقنيات. هي ليس بس بحث وسوف يكون يعني يركن فوق يعني دولاب أخذت عليه جائزة اختراع. هذا لا، هذا لما تشوف الشخص مستني هالتقنية هذه يعني كل شوي نظر الساعة متى تصلني التقنيات هذه أنا أحتاجها، وفعلا تحس إن في هذه اللحظة إنه في فريق يعمل معك، يعني فريق، والفريق هذا مدعوم سواء من الحكومة يعني في الدعم التقنية والبحوث في مجال الفضاء والطيران، أو من زملائك اللي يعملون معك. فرحة لا يمكن وصفها بكلمات. ونحن متأكدين يعني كل من يتابع وكل سعودي هو شعوره شعور نفس من حضر في هذه القاعة وهو يشاهد لحظات الإطلاق والانطلاق لهذا القمر الصناعي SGS-1، وكذلك شعور الفرحة والسرور كذلك وتبادل التهاني والتحية، كذلك تحية النصر، تحية الفخر، تحية الفوز كذلك بتحقيق هذا المنجز الوطني السعودي وهو يصل إلى أولى محطاته ربما في سلسلة المحطات التي سيصلها هذا القمر. بالفعل هو شعور يدعو الجميع بأن يفخر بالفعل بهذه المنجزات. مهندس بندر، وأنت ما شاء الله تصلك بعض الرسائل التي أنت أبلغتنا قبل قليل بوصول الرسالة الأولى وكذلك بوصوله إلى محطته الأولى، والجميع بالتأكيد فرح ومسرور من تحقيق هذا الإنجاز ووصوله بنجاح إلى محطته الأولى. لابد لك من كلمة أيضا بعدما رأيت مثل هذا التشجيع والتحفيز والترحيب. أولا الحمد لله رب العالمين، فضل من الله سبحانه وتعالى أن مكننا أن نمثل المملكة العربية السعودية في هذه المهمة. وفي الواقع مشاريع مثل هذه هي تحالف وجهد كبير جدا، ليس فقط يعني مهندسين وإنما أيضا إداريين، أيضا ماليين، أيضا الجانب التجاري له دور كبير ممثل بصندوق الاستثمارات العامة بشركة تقنية، أيضا شركة تقنية الفضائية لها مشاركة. فهناك مشاركات كبيرة جدا، نشكر جميع من شارك في هالمهمة في الواقع، وأيضا نهنئ الشعب السعودي على هالنجاح، وبإذن الله سبحانه وتعالى من نجاح إلى نجاح.
نعم. إذن كما نشاهد هناك كلمة أيضا تلقى من قبل الفريق المشارك على الحضور، وبالتأكيد هي كلمات للبشارة وكلمات كذلك للتشجيع وللنجاح ولوصول القمر في هذه اللحظات إلى محطاته المجدولة ووصوله إلى تلك المحطة الأولى بنجاح. دكتور، أيضا عندما نرى مثل هذا الفريق، أيضا كل الفريق وهو يشارك من سعوديين وغير سعوديين، الكل يفتخر بهذا الإنجاز ومسرور بوصوله كذلك إلى محطته الأولى، إلى ما على ما يدل ذلك وهذا الشعور ربما الموحد بين الكل؟ طبعا زي ما ذكرت، يعني هناك يمكن 4 أو 5 دول هي التي المتقدمة في إطلاق هذه الصواريخ لهذا المدار، ولديها نسبة نجاح عالية. يعني بالنسبة للأريان 5 الصاروخ الذي تم استخدامه في إطلاق القمر SGS-1، هي يعني أريان 5 هو نسبة نجاح الإطلاق عالية. نفس الشيء بالنسبة للأطلس وبروتون، الأطلس الأمريكي مع تايتان، نعم، والبروتون واللونج مارش الصيني. هذا هم الفريق يعني يهمهم النجاح الإطلاق، ويعني يعتبر بالنسبة لهم فخر كبير، لأنه يعتبر من التقنيات اللي هي يعني ما تمتلكها معظم الدول، وبالنسبة لهم فخر وطني، فخر واعتزاز لهم بالنسبة إطلاق بنجاح وبعمل كما يعني صممته وكما صنعته. ويعني هنا الصاروخ يمكن خلال 13 ثانية انطلاقه عمودي، خلال 13 ثانية يتجه إلى الشرق ويقوم في يوجد هناك كمبيوترين في هذا الصاروخ، يقوم في تحسين أداء والمسار الرحلة، بحيث إنه يعني يطلع من الغلاف الجوي خلال 200 ثانية. هناك تحدي، هذه 200 ثانية الأولى هي دائما اللي يكون فيها الحوادث. لما تتعدى هذه المرحلة ومن ثم تأتي إلى مسارك النهائي اللي هو 42 دقيقة و 27 ثانية، تقوم برضو في تحسين أداء المسار للصاروخ. ونعتبر هنا في تقنيات حقيقة تقنيات متقدمة، تقنيات يعني تعمل عليها دول لعشرات السنين. يعني كان في بعض في الستينات وفي الخمسينات وفي السبعينات، يعني كان يعني سباق بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، نتج عنها يعني منها تطبيقات الفضاء، الاستخدامات اللي نشاهدها الآن، طورت التقنيات مثلا تحديد المواقع، مثلا استخدام الجوالات إلى ما هنالك. هناك يعني تقنيات تعمل يعني عليها شركات وفرق كبيرة، لما يصير نجاح زي هذا يكون الفرحة واضحة في الفريق في وجوههم. إذا مهندس بندر، هل من رسائل جديدة؟ لا، الحمد لله الإطلاق ناجح. فقط نبارك لكم ونبارك لأنفسنا، ونحن بالفعل يعني نبادلكم هذا الشعور وهذا الفخر، والكل يفخر للأمانة ويفاخر بكم الجميع عندما نرى هذه المنجزات التي عملتم عليها تصل إلى الفضاء. تستحقون الشكر جميعا دون استثناء. مهندس بندر، عندما تحدث أيضا عن تحقيق مثل هذه المنجزات ووصولها ونجاحها في كل محطاتها، بما يتعلق بالجوانب الفنية، ما الذي يعنيه لكم ذلك عندما ترون مثل هذه المنجزات تنجح؟ في الواقع هذا كان تحدي كبير للمهندسين السعوديين. هذه أول مهمة نعمل عليها في المدار الثابت في الجيوساتلايت بهالتعقيد وبهالحجم. حجم القمر جدا يعني من أكبر الأقمار الصناعية اللي عملنا عليها في الواقع. الحمد لله رب العالمين، النجاح هو حصيلة العمل الدؤوب لفريق العمل، خصوصا أنه كانت أوقات العمل في أمريكا مختلفة عن أوقات العمل في المملكة العربية السعودية، فيضطر المهندسين يعملون بالليل إضافة إلى بعض مهامهم في النهار، فكان التوقيت عامل
صعب جدا في هالمشروع، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوزنا جميع هالصعوبات في المشروع، وهذه حصيلة النجاح الحمد لله رب العالمين. قمر سعودي بإذن الله سبحانه وتعالى يتجه إلى مداره ويخدم الشعب السعودي ويخدم المملكة العربية السعودية بقطاعاتها الحكومية والأمنية. وبالتأكيد كل هذه اللحظات التي تحدثت عنها ستنسى وستنسونها عندما ترون هذا النجاح الذي تحقق لهذا القمر. الحمد لله رب العالمين. الآن نرى ثمرة النجاح في هالمهمة، وبإذن الله سبحانه وتعالى ننظر إلى المزيد من المهمات بإذن الله سبحانه وتعالى المستقبلية، في ظل وجود الآن قطاع في المملكة العربية السعودية ممثل بهيئة الفضاء السعودية، اللي بإذن الله سبحانه وتعالى تكون داعم وترسم خطة للمملكة العربية السعودية في الفضاء بإذن الله سبحانه وتعالى. جميل. دكتور خالد، ربما أختم معك هذه الحلقة الاستثنائية بالفعل، ونحن نتحدث فيها وجميعنا يعني جميعا يشعر بالفخر للأمانة، وهو الفخر دائما عندما نرى العديد من المبادرات، العديد من المشروعات، العديد من المنجزات تتحقق على أرض هذا الوطن، وتأتي طبعا جميعها مواكبة لما تنادي به الرؤية، رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة، رؤية السعودية 2030. ماذا بعد هذا المنجز الوطني دكتور؟ طبعا وصول هذه المنتجات. سم. نعم. إذا ما عندك شيء. فريق العمل السعودي يتحدث الآن في المهمة. نعم. يعني. إذا ربما هو حفل خطابي بهذه المناسبة، ويشارك فيه أيضا أعتقد الفريق في الإدلاء ربما بكلماتهم وتصريحاتهم. واصل دكتور. طبعا لما تصل على هذا المستوى في قمة الإنتاج حقيقة في صناعة الأقمار الصناعية، لابد أن تعمل يعني بقوة، لابد أن يكون عندك خطة واضحة لصناعة الأقمار الصناعية، العالة الدقة للتصوير الجوي أو تصوير الخرائط الاستشعار عن بعد، وثانيا الأقمار الفضائية أو الاتصالات الفضائية. التصوير جدا مهم. نحن نرى الآن هناك سباق على تحسين جودة ودقة الصور الفضائية تصل إلى 30 سنتي بعضها ممكن أقول لك. نعم. كل ما وصلت التقنية كل ما صار المستخدم يرفع سقف. نعم. المطالب بالتأكيد. هل أنت سوف تقف عند هذا المستوى أنا وصلت القمة؟ لا. أن بالنسبة للمطور وبالنسبة للمستخدم توت بدأت العمل الحقيقي، الكل سيواصل. نعم. ولكن حاضرين الحمد لله في وضع رؤية 2030، هي خطة طموحة، لن يعني تكتفي وتقول خلاص أنا وصلت القمة، قمة أو رؤية 2030 تتيح لك أنك تتقدم وتنافس بالصناعة، سواء صناعة الأنظمة الفرعية للفضاء أو صناعة الأنظمة. نعم. الفضائية. نعم. الأرضية. نعم. إذن شكرا لك دكتور خالد عبد الله الحصاني المشرف على معهد الفضاء والطيران بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. الشكر كذلك لموصول للمهندس بندر بن قاسم مدير الفريق الفني لهذا القمر الصناعي. شكرا لكما، على لسان كل سعودي أقولها لكما، شكرا لكما. إذن ليلة سعودية تاريخية. نعم، إنها سعودية الرؤية والعزم، سعودية العدل والحزم، سعودية الأمن والأمان، سعودية النهضة والتطور. منجز وطني يضاف إلى منجزات الوطن المشرفة، القمر السعودي للاتصالات في الفضاء، حاملا عبارة الفخر فوق هام السحب. ونحن نتابع بالفخر ذلك، نستذكر ما قاله الملك سلمان بن عبد العزيز: إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، ونعقد عليه بعد الله آمالا كبيرة في بناء وطنه. وما قاله أيضا سمو ولي العهد في رؤيته الطموحة: إن ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت، شعب طموح معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله. خير الكلام برؤية المستقبل وهمة طويق، تربعنا على الأرض وها نحن نجوب الفضاء
مرددين لنا الأرض والفضاء. إلى اللقاء.